بلد يعني، انه بيجي ياخد تصريح من النقابه وبيدفع مقابل هذا رسوم بيؤدى انه بيدفعها للنقابه. وده من الحاجات على فكره لو تم تفعيلها هتعمل دخل كويس جدا للنقابه. لو حضرتك تتذكري في نقابه السينمائيين لما كان الممثل بياخد تصريح لدم مش عضو في النقابه بيدفع نص اجره للنقابه مقابل ان هو ياخد تصريح لممارسه المهنه لحد ما يبقى عضو في النقابه. وده جزئيه مهمه جدا الحقيقه الاستاذ احمد بيتكلم فيها. انا عارف متاكد ان اللي بيقوله ده اولا هيدر ربح، اسف، هيدر عائد كبير جدا للنقابه، هيعمل نوع من الفلتره للمهنه بتاعتي، لان انا محتاج كمان، انا عندي مصممين قاعدين في البيت ما بيشتغلوش، وعندي ناس بتشتغل في الديكور، المقاول بقى يعمل ديكور، الصنايعي بقى بيشتغل مع مهندس وبعد 3 4 سنين يروح يشتغل هو لوحده، كل الكلام ده لازم يتعمل. الضبطيه القضائيه بيتم فيها الاتي، احنا دلوقتي بنعمل دراسه للضبطيه القضائيه عشان ناخد موافقه مجلس الدوله، وبناخد قرار من مجلس الدوله بتفعيله لحين عرضه على مجلس الشعب. وده انا خدت راي يعني احد مستشاري مجلس الدوله، قال لي رئيس مجلس الدوله بيديك موافقه مبدئيه لحين عرض القانون على مجلس الشعب. اعتقد ده اللي هيعمل نوع من المحافظه على المهنه، وفي نفس الوقت نقدر بالظبط يعني نقنن العاملين في هذا المجال الغير متخصصين، وندي مساحه اكبر للمتخصصين انه ياخدوا فرصتهم اكتر. نمره واحد. نمره اتنين، ان الناس اللي بتشتغل ومش عاوزين، لان فاتحين بيوت وناس بتشتغل بقى لها 10 سنين و 20 سنه في هذا المجال، تعالى من فضلك انت مرتبك كذا، انت بتدفع رسوم للنقابه كذا مقابل تصريح بتاخده بمزاوله المهنه. يا دكتور خلصت كده اجابه؟ انا خلصت بالنسبه لموضوع المحافظه على المهنه، وموضوع يعني ده مرتبط زي ما قلت لحضرتك باليه الضبطيه القضائيه، يعني انا مش هقدر في اي حته في مصر الا ما يبقى معايا اليه لتنفيذ اللي انا عاوز اوصل ليه. طيب وده شغالين عليه حقيقه، لان هيحتاج بس وقت شويه. بتواجه المهنه نعمل فيها ايه كنقاب؟ وعدم وجود الثقافه او الارض الحد الادنى. انا اسف، انا اسف، انا فعلا ما ردتش على الجزء ده حضرتك ذكرتيه في الاول. الجزئيه دي في حاجه انا يعني موجوده ومحطوطه في البرنامج بتاع المجلس دلوقتي، ان في فناني بلا يعني فنانين بلا حدود، زي بالظبط اطباء بلا حدود. ده بيتكون قوافل فنيه عشان نعمل نوع من الانتشار للفن التشكيلي في المجتمع. نمره واحد، ان هو ينتشر الفن التشكيلي بشكل كويس. نمره اتنين، ان يحصل نوع من تفريخ للمواهب، الناس لان هتتعمل ورش عمل في محافظات مختلفه بالتنسيق مع هيئه قصور الثقافه، باعتبارها ان لا قصور الثقافه ممكن هذه الانشطه تتم من خلالها، مش من خلال الهيئه لكن بدعم من الهيئه للاماكن اللي ممكن هذه القوافل تروح فيها، والنقابه بتدعم هذه القوافل سواء كان من في كل التخصصات في الفن التشكيلي، في التصوير وفي الجرافيك وفي كل حاجه، بحيث انه تعمل انتشار للفن التشكيلي. ايه هو الفن التشكيلي على المستوى القاعده العريضه من المجتمع، وتدي نوع من على الاقل الحد الادنى من الثقافه، يعني ايه تشكيله، يعني ايه رسم، ويعني ايه كذا. وده هيتم عن طريق هذه القوافل باعتبار ان ده عنصر مباشر للتعامل مع المجتمع عشان نقدر نوصل للشكل الاساسي، وهو ان يبقى للفن التشكيلي دور اساسي ومهم في المجتمع، والناس يبقى عندها الحد الادنى بالمعرفه بالفن التشكيلي. تمام. طيب في الاستاذ ابراهيم فيليب بيقول يا دكتور النقابات الفرعيه كل اعضائها ملتزمون بسداد الاشتراكات، لهذا انا اقول ان فتح نقابه فرعيه في المدن الرئيسيه كمدينه طنطا هذا يزيد من دخل النقابه، وكذلك اتساع دائره الفنانين وكذلك المتلقين. في كمان دكتوره اماني كانت بتقول صفحات الفن بعد ايه؟ لا ثانيه واحده دكتوره بعد اذن حضرتك. اتفضل. مساله ان النقابات الفرعيه كلهم مسددين ده كلام مش صحيح. برضه نفس الشيء، عندنا نسبه في كل نقابه غير مسدده للاشتراكات، وعشان كده لما بنيجي نرجع للجمعيه العموميه بنلاقي ال 10,000 عضو اللي المفروض يبقوا موجودين بيتقلصوا لثلاثه واثنين ونص، وبالكثير قوي يبقوا 3,600 عضو، ده ناتج على ان الناس مش بتسدد، فبالتالي بيجي وقت الانتخابات ودي مرينا بيها في التجربه الاخيره، ان بيجي يسدد يلاقي نفسه ان الوقت بتاعه عدى، لانه بيشتغل على قانون النقابه اللي كان زمان قانون ال 100 اللي كانت عاملاه الحكومه ان يجي في اي وقت يسدد ويدخل. انا بكلمك فعلا بمنتهى الشفافيه ان كل الفرعين سواء كان في اسكندريه المنصوره فيها 170 عضو مسدد منهم يا دكتوره 102، وهم كلهم 170 عضو.
اسكندريه 3000 ومش عارف 200 عضو، كانوا اللي دخلوا الانتخابات 200. حط في اعتبارك اللي هو بيقوله. لا طبعا ده مؤكد. انا على فكرة مش ضد انشاء، لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا على الاقل نغطي جغرافيا القطر المصري بافرع النقاب. لو احنا بنفكر بشكل استراتيجي صح وناس بتفكر علميا صح، يبقى لازم اغطي الاول المساحات الجغرافية، ولما يبقى فيه اعداد يعني لما يوصل الفنانين التشكيليين لعشرين الف 25 الف، وما شاء الله على فكرة في ناس كتير جدا بالالاف غير مشاركة في النقابة لان ما يعرفوش فين هي نقابة التشكيليين اساسا. فلو ده ابتدى يتفعل بشكل كويس هنفتح فرع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لان ده هيبقى شرف لينا ان مصر مغطاة بشكل كويس جدا لافرع التشكيليين، وبالعكس كل ما زادت الافرع كل ما يبقى في انتشار للفن التشكيلي اكتر. طيب دكتورة اماني فهمي بتقول احنا قرينا الجملة دي قبل كده بس هكملها لان ليها يعني زيادة. صفحات الفن التشكيلي اخذ للتقلص في كثير من الجرائد والمجلات، مدور النقابة في هذا الانحسار الملحوظ وهذا سبب احداث الثورة، فلماذا يكون الفن التشكيلي هو اول المضحى به؟ يعني لا برامج تلفزيونية ولا مواقع على النت ولا حتى صحافة. اعتقد حضرتك رديت على الجانب ده. دكتور عمرو بيقول اتمنى ان تكون الترشيحات ليست فقط لمن لهم قيمة شخصية بل صاحب العمل الذي له قيمة. طبعا كلنا بنضم صوتنا لصوت دكتور عمرو لان احنا زهقنا وطهقنا من الكوسة. طبعا طبعا انا الفنان احمد شحاتة وانا بضم انا بضم صوتي لكم جميعا على فكرة. تمام. الفنان احمد شحاته هقرا جملتك بس الدكتور حمدي كان رد عليك وانت كنت خرجت بره شات، مش عارفه انت سمعت رد ولا لا. النقيب بيكرر كثيرا ان النقابه بترعى 16000 فنان، هو فين دور الرعايه ده؟ وكل اعضاء النقابه لا يتعدى 2000 فنان واتكتب على باب النقابه الدخول للاعضاء. في اي تعليق تحب تضيفه يا دكتور على راي الفنان احمد شحاته؟ لا هنا لا، بعدين حضرتك احمد في مغالطه دلوقتي. اللي انا قلته ان في 16000 عضو، الفاعلين منهم 6400 عضو، ودول لهم فايلات في النقابه. انا ما بقولش حاجه من عندي، انا بتكلم على وقائع. وال2000 اللي بيتكلم عنهم احمد دول حولوا من عضو منتسب لعضو عامل ولم ياتوا لتسديد اشتراكاتهم لتحويل عضوياتهم، وده من قبل الانتخابات وده كان حاصل. عندنا 2200 عضو تم تحويلهم من منتسب لعامل ولم ياتوا لتسديد الاشتراكات. يا استاذ احمد سيادتك تعالى النقابه سدد اشتراكاتك لان انت اصلا مش عامل اشتراك النقابه وما حولتش عضويتك، خليك مثل اعلى لغيرك عشان نبقى فاعلين اكتر في الموضوع ارجوك. طيب والله يا دكتور انا بس ليا تعليق بسيط انه ناس كتير ما كانتش مكمله يعني ولا دفع الاشتراكات ولا اي حاجه من حاله الاحباط طبعا اللي بتبقى عند الواحد. انا مش منهم، انا دافع بس مش دي القضيه. بتكلم على ان فعلا كان في ناس عندها حق انها تكونش دافعه لان هم مش مستفيدين حاجه من النقابه خالص، ما كانوش مستفيدين ولا اي شيء. معاكي، هيروح يدفع ليه؟ هو عايز اللي يديله. انا معاكي يا دكتوره، ما احنا بقى انا لسه يا دكتور يا دكتورة نور يا دكتورة نور احنا برضو عندنا ارث بنشتغل عليه. ما تخلونا نتفائل في اللي جاي وتعالوا سددوا. لو النقابة ما قامتش بدورها بمنتهى البساطة قولوا لهم اتفضلوا وهنجيب غيركم يشتغل. انا يعني انا مش بك انا دايما بتكلم على الماضي واللي انا غير مسؤول عنه، انا بتكلم على مستقبل دلوقتي. انتوا عايزين تفعلوا النقابه اهلا بيكم والنقابه مفتوحه، واتمنى ان يبقى في بكره الصبح او الساعه 6 جايه 1000 عضو بيقول لي تعالى انا عاوز اسدد واديني تسهيلات عشان اسدد، ابقى في منتهى السعاده. لكن ما ينفعش ان طول الوقت نتكلم النقابه بتعمل ايه، احنا لسه ما كملناش شهر ونص. ما اقدرش اقول لك النقابه كانت بتعمل ايه قبل كده لان ما كانتش بتعمل وانتوا عارفين. فخلينا نتكلم في المستقبل عشان نبني المستقبل بتاعنا صحيح. وبدعمكم مش بعيد عنكم، ال 15 عضو اللي في النقابه ما هماش هم اللي هيعملوا النقابه، انتوا اللي هتعملوها كاعضاء جمعيه عموميه بفعاليتكم مع النقابه. ده اللي انا اقدر اقوله بشكل فعلا مهم جدا، تفعيل اعضاء الجمعيه العموميه للنقابه، ليس فقط نقد ولكن لازم يبقى لنا دور فاعل في الموضوع. طيب دكتورة هالة رفاعي بتقول قناة البي بي سي بتعرض فنان تشكيلي يرسم بجدية تامة وده علشان اعطاء دور الفنان حقه ودوره في المجتمع وذلك في مقدمة النشر. هقول لك ايه يا دكتورة هالة، هقول لك عقبالنا. طيب استكمالا للاسئلة يا دكتور الخاصة بالنقابة، طبعا احنا اتكلمنا عن المواد واتكلمنا عن التدهور. عايز اسأل حضرتك سؤال مهم، حضرتك عضو في لجنة الفنون التشكيلية،
ايه الآلية بتاعة ترشيح أعضاء ايوه لجنة الفنون التشكيلية؟ بتحصل ازاي؟ وبتنسقوا الشغل ازاي مع اللجنة دي؟ يعني عايزين نفهم تنسيق الشغل بيبقى ازاي؟ في اللي فات ولا في اللي جاي؟ عايزين نعرف شوية عن اللي فات، بصفة ان حضرتك كنت عضو فيها وفي نفس الوقت كنت عضو في مجلس الإدارة القديم بتاع النقابة، وعايزين نعرف بقى ايه التحسين او ايه الابتكار او ايه اللي كان غلط وهتصلحوه. يعني عايزين نفهم شوية لان احنا مش فاهمين حاجة بصراحة. طيب انا هقول، لا لا انا هقول، لا هقول لحضرتك حاجه مهمه. اولا انا كنت بصفتي الشخصيه في اللجنه اللي فاتت، ما كانش باعتباري عضو في النقابه ولا حاجه، يعني انا كنت مختار بصفتي حمد ابو معاطي فنان تشكيل. ده نمره واحد. هكلم حضرتك على الاليه اللي بتتم، لا ازاي انا ما بتتشكل قلتش ان هذه ده، اللجان او انا ازاي بتعلم على ده، انا قصدي ان بتتفاعل حضرتك كنت عضو في الاثنين دلوقتي. بالصدفه يعني. لا ده اوكي. الآلية اللي بيتم بيها تشكيل لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى بالثقافة، حضرتك عارفة إن المجلس الأعلى بيضم في كل المجالات الثقافية والفنية لجان متخصصة، منهم لجنة الفنون التشكيلية. هذه اللجنة بيرشح ليها مقرر، هذا المقرر بيرشح مجموعة من الفنانين اللي هو بيرى ان هما الناس اللي تقدر تبقى متجانسة مع الحركة التشكيلية ولهم دور في الحركة التشكيلية، ويقدروا يبقى في نوع من التواصل ومتابعين لما يجري سواء كان محليا او عالميا يعني للحركة مقرر التشكيلية اللجنة هو بشكل اللي اساسي. بيترشح اثناء ده الفنانين اللي معاه في اللجنة. بيرشحها مش بشخصه فقط، هو بيدي ترشيح بالاسماء وبتعرض على وزير الثقافة للموافقة عليها او من عدم. طب مقرر اللجنة بقى مين اللي بيرشحه؟ وزير الثقافة. اوكي. وده قائم النظام ده لحد دلوقتي؟ يعني وزير المفروض ان احنا عارفين الثقافة من اللي شهر بيرشح 7، اخر شهر 7 هتعاد التشكيلة بتاعت اللجنة دي، ده هيبقى نفس السيستم ان وزير الثقافة هو بالظبط اللي يرشح او يعين بالظبط. مقرر اللجنة. لا 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 انا عندي خلفية انه هيحصل نوع من الانتخابات للجان دي، مش هتبقى مجرد تعيينات، لكن انا عاوز اطرح لك جزء من اللجنة اللي فاتت. الآلية كانت بتتم ازاي كمان، عشان في خلط في حتة مهمة قوي هقول لحضرتك عليه. لجنة الفنون التشكيلية هي اللجنة الأساسية للفنون التشكيلية، بينبثق منها لجنتين، لجنة للمعارض لترشيحات المعارض، ولجنة للمقتنيات. بتشكل اللجنتين من اللجنة الأم أو اللجنة الأساسية اللي هي لجنة الفنون التشكيلية. ده النمط اللي كان سائد حتى السنة الماضية. اللي حصل إن وزير الثقافة السنة الماضية مع الأستاذ محسن شعلان، هم كده حصل فيها مشاكل كتير جدا يعني لا داعي لذكرها دلوقتي، الا ان هم اخلوا بالسيستم اللي كان ماشي عليه الترشيحات بتاع اللجان اللي هي الفرعيه، بس تشكيل اللجان الاساسيه من لجنه الفنون التشكيليه. وبناء عليه لجنه احنا عايزين المعارض نعرف هي اللي طالما في بتقوم حاجه ممكن بترشيح نعرفها المعارض انت قولها لنا يا الدوليه دكتور. كلها بتتم من خلال هذه اللجنه. اقول لكم عليها؟ حاضر. دلوقتي اللجنة اللي كان طرحها الدكتور صبري منصور اللي هي لجنة المقتنيات، اللي هي كالعادة بتتعمل كل دورة، قدم من الأستاذ محسن شعلان بصفته الشخصية باعتباره كان رئيس القطاع مقترح بلجنة تاني بشكل شخصي، على اعتبار بالرغم ان هو كان عضو في لجنة الفنون التشكيلية بصفته اساسا، لكن ده كان تعدي على دور اللجنة اللي هي لجنة الفنون التشكيلية يعني. وبناء عليه الوزير رشح مجموعة، قال انا هاخد ده ولا ده، وفي نفس الوقت رشح المجموعة اللي طرحها محسن شعلان وقتها، وهما من الاساتذه الافاضل لكن كانوا مرشحين بعيدا عن لجنه الفنون التشكيليه تماما. اللي حصل بقى حضرتك اخر حاجه في هذه اللجنه ان هي خدت مقتنيات لنفسها ب 450 الف جنيه اللي هي تقريبا نص ميزانيه المقتنيات. والكلام ده مين هيحاسب مين عليه يا دكتور؟ ولما حمد ابو المعاطي باعتباره كان وكيل،
ما انا بقول لك اهو، لما حمد ابو المعاضي باعتباره وكيل النقابه طرح الموضوع في لجنه الفنون التشكيليه وطرحته في مجلس النقابه، طلبت من الاعضاء ان يتقدم للنقابه مذكره بان في تجاوز حصل كذا، لان مش اولا في لائحه للمقتنيات بتقول ان الحد الاقصى للاقتناء 10,000 جنيه. تم اقتناء اللجنه يعني اقتنت لنفسها ب 450,000 جنيه بمعدل كل فنان منهم اعمال اللوحه ب 35,000، يعني كل واحد ب 70,000 جنيه، مش كلهم بنسبه 100%، لكن السواد الاعظم منهم ومنهم وزير الثقافه خدوا له لوحه ب 100,000، على الرغم من ان هو على مدار انا قعدت في اللجنه دي 7 سنوات كان بيرفض تماما الاقتناء على اعتبار ان القيمه قليله وعلى اعتبار ان هو يعني بيترك المساحه للفنانين ان هم يحصل عندهم اقتناء. اشمعنى هذه المره تم اقتناء ب 100,000 من وزير الثقافه في هذه اللجنه؟ وده من الحاجات اللي حصلت قبل الثوره وقبل سرقه لوحه فان جوخ وقبل كل هذه الدوشه. انا لما طرحت الموضوع ده في لجنه الفنون التشكيليه وفي قبل لما طرحت هذا الموضوع في النقابه ولجنه الفنون التشكيليه كان مطلوب ان احد الاعضاء او احد الفنانين او اكثر من فنانة، على الرغم من ان انا طرحت هذا الكلام وكان موثق الكلام اللي انا طرحه، ان ده لا يجب ان يتم في لجنة المقتنيات وان ده يخرق قانون اللائحة بتاع الاقتناء، ولا واحد تقدم باي حاجة عشان نبتدي ناخد خطوات كنقابة بقى في ان نقول لا استوب ده ما ينفعش او ده ينفع او خلافه، ولا فنان تقدم. بالعكس بلغ محسن شعلان ان حمد ابو المعاطي بيهاجمك عشان حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وده للاسف الشديد يعني كان نوع من السلبيه من الفنانين في بخصوص الموضوع ده بشكل خاص يعني. طب ايه بالنسبه للي جاي بقى، هنعمل ايه في النقطه دي برضه؟ اللي جاي اللي انا اعرفه الاتي، ان هيتم تشكيل اللجان بالانتخاب، المقرر لكل لجنه هينتخب من قبل نخبه من الفنانين اللي لهم علاقه بالمجال اللي هم بيشتغلوا فيه، وبناء عليه ولو ان انا شايف ان ده مش كلام مظبوط، لان انت لما بتختار لجنه متخصصه، لان على فكره لجنه الفنون التشكيليه ما هياش لجنه تنفيذيه، ده لجنه بتحط فلسفات لتطوير الحركه التشكيليه في مصر بيها الجهات التنفيذيه بالظبط، فما ينفعش ان انا اعمل انتخاب ليهم، ده انا باخدهم بالاسم لقيمتهم. الطبيعي جدا ان انا احسن الاختيار، لكن ان انا اعمل انتخاب من يعني من الفنانين ذات قيمه يقدم نفسه عشان ينتخب في اللجنه، انا بعتقد ان ده هيبقى مهاتره كبيره جدا، لان الفنان اللي ليه قيمه مش هيقدم نفسه عشان يخش في الترشيح ينتخبوه او لا. فالمفروض ان يبقى في اليه للاختيار، لكن تبقى اليه فيها شفافيه اكتر بعيده عن مساله انتخاب. طب ايه الصح؟ طب لجنه ده انا لجنه جاي اخدم وجاي احط فلسفات بتعمل لي الانظمه المحترمه يا فندم. ايه الاليه؟ انا بقول لحضرتك لان بيبقى في اليه لكن مش بالضروره انا بعمل يعني احنا برضو لو حددنا مين اللي هينتخب، ما احنا كده بنوجه الانتخاب برضو. ما بالظبط، ما انا بقول لحضرتك فكره الانتخاب اصلا مش وارده، انا شخصيا رافضها لسبب، ما ينفعش بختار الدكتوره زينب عشان ليها باع طويل وخبرات كثيره في المجال الفلاني، ده انا لما برشحها للموضوع ده انا بطلب موافقتها انها تبقى عضوه في اللجنه، مش ان انا مش بثني عليها في ان انا اخدها، وده حاجه يعني ان انا بقول لها انا اخدك عشان كذا، لا ده انا بطلب منها وبستسمحها تبقى عضوه في اللجنه، لان ما ينفعش ان انا احطها في موقف اقول لها تعالي قدمي ورقه عشان ننتخبك او لا. او على اي حال الموضوع مطروح للمناقشه، يعني لسه ما انتهاش الى اليه معينه، ده على حد علمي لحد هذه اللحظه. يا ريت يبقى يتقدم بالاقتراح للدكتور حمدي او للدكتور اشرف رضا، او ما اعرفش يعني ايه الميكانيزم اللي ممكن الناس تقترح حاجه سليمه وحاجه صح مشرفه، وعشان احنا كلنا طبعا زهقنا وطهقنا زي ما قلنا في بدايه الحلقه من يا ريت الاساليب الغير سويه. وبعدين كمان يعني اسمح لي برضو سؤال يبدو ان هو بسيط ولكن هو برضو لئيم، عضو لجنه الفنون التشكيليه بيستفيد ايه ماديا او اكاديميا او فنيا؟ يعني بياخد كام مثلا؟
طب ده حاجة هقول لك. هو لا انا هقول لحضرتك. ها قول. طب اتفضل. هقول لها. انا فاهم قصد حضرتك يعني السؤال واضح يعني. اولا اختيار العضو مجلس الثقافه كلجنه فنون تشكيليه المفروض انه عمل تطوعي اساسي. الحاجه الوحيده اللي بياخدها بدل الجلسه اللي بيقعد فيها، وما اعتقدش ابدا حد ذات انا رايح عشان ياخد 50 جنيه بدل الجلسه. يعني اعتقد ان دي حاجه يعني هي بتتعمل كده لان كنوع من يعني على الاقل بيتقال بدل جلسه لان الراجل بيكلف نفسه بيروح وكذا وكذا، ودي حاجه تعتبر رمزيه يعني. لكن ما فيش اي استفاده لو بشتغل بشكل في نوع من الشفافيه. بيفترض ان اي مجلس في هذه اللجان انه بيفرض على نفسه اليات، ان اعضاء اللجنه لم يرشحوا انفسهم في اي انشطه بيتم الترشيح لها، سواء كان في لجنه المعارض او خلافه من الانشطه اللي بتبقى مطروحه. صحيح هو من حقه انه يرشح لان هو واحد عضو فاعل ومش جاي عشان يخدم المجتمع، فبالتالي انه يستقصى من هذه الترشيحات، لكن تبقى بشكل فيه نوع من التقنين. ما صحيح انت جاي بتخدم، لكن في حدود ضيقه جدا اذا تطلب الامر ان هذا التخصص مطلوب يرشح فيه شخص من الناس. لكن لشفافيه الموضوع انا كنت في اللجنه الحقيقه، وكنا بقدر الامكان لم يتم ترشيح حد من اللجنه في احد الفعاليات، مش في انه يبقى يشارك في معرض، في انه يطلع كوميسير لمعرض، او في انه يمسك فعاليه معينه يبقى مسؤول عنها، يعني تبقى بالنسبه له اوبشن اضافي. ده كانت الى حد ما في لجنه الفنون التشكيليه في الفتره اللي انا كنت موجود فيها ما كانتش بتبقى مطروحه بشكل اساسي يعني. طيب. ده جانب. الجانب الاخر الاستفاده بالنسبه للفنان هنا هي قيمه. يعني انا لما ارشح الدكتوره زينب انها تبقى عضوه في لجنه، انت اولا قيمه انا باخد حضرتك مثل يعني بشكل باعتبار يعني قيمه ادبيه اكثر منها كونها شيء. بالعكس بيبذل هؤلاء الاعضاء بيبذلوا جهد جبار جدا وبيعملوا عصف ذهني في موضوعات كتير جدا عشان يحطوا فلسفات واليات بيطمحوا ان هذا في تطبيقه يحدث نوع من التطور للحركه التشكيليه. ولكن بيعوق هذا الموضوع ان احيانا طبعا بيعوقها او بيضيع قيمتها او يعني بيهدم اي فكره او استراتيجيه بتحطه يعني. لا هي لما بتيجي حضرتك اللي انت بتحطيه كاستراتيجيات لما يجي يدخل في طور التنفيذ بيروح للمؤسسات التنفيذيه زي قطاع الفنون التشكيليه زي العلاقات الثقافيه الخارجيه زي او الى اخره. لو القائمين على هذه الاماكن عندهم نوع من التجاوب والتفتح للتطوير في هذا المجال بيبقوا متعاونين جدا وبيقدروا ينفذوا الاستراتيجيه بشكل ايجابي، لكن ما بيحدثش ده بشكل دائم، يعني دايما طول الوقت بتعرقه للاشياء عندما توصل للجانب التنفيذي. تدرس وتعمل حاجات كتير قوي وتحط افكار كتير قوي، وبعدين يجي الوزير مثلا على حسب ما سمعنا من بعض الناس اللي كانت بتتكلم في الجرايد ان هو يهدم كل ده ويحط قرار قائم بذاته. وارد. انا اقول لحضرتك مثل على هذا. السنه اللي يعني دوره فينيسيا اللي قبل الماضيه، مش السنه دي، من الدوره ثلاث دورات قبل، احنا كنا عاملين مسابقه للفنانين عشان يقدموا مشاريعهم افندم 2009 بالظبط. احنا عملنا 33 مشروع عرضنا على الفنانين، وكل الفنانين قدموا مشاريعهم لدراستها في اللجنه عشان نشوف الانسب والمتوافق مع الموضوع بتاع البنالي، وتقدم 33 مشروع لتقريبا حوالي 40 فنان لان كان في مشروعات مشاركه. ويوم ما كنا بنحكم هذه المشروعات جالنا قرار ان تم ترشيح عادل السيوي كوميسير وعارض في بنالي فينيسيا. ففوزير ثقافة هدم الموضوع من اساسه، وكان ولا هناك اي اعتبارات ان في حاجه اسمها لجنه فنون تشكيليه، وكان موقف سيء جدا للجنه بعد ما عملت جهد جبار وبمنتهى الشفافيه عشان يتم اختيار. جه القرار السيادي بتعيين كذا، وده طبعا كانت مهزله يعني الحقيقه، ان يبقى لجنه متخصصه في هذا المجال ويجي الوزير يلغي كل ده ويرشح فنان زميل عزيز وكل حاجه، لكن الاليه كانت للاسف يعني مخزيه جدا يعني. اوكي تمام. اللي انا اقصده ان ده وارد ان يحدث يعني. لا هو على كده حدث يعني، مش لسه هيحدث، هو كده حدث فعلا ان الوزير تدخل ولغى قرار لجنه من الالف للياء يعني. ايوه ما انا بقول لحضرتك ده على سبيل المثال يعني. قبل كده واحنا ما نعرفهاش. تمام. نتمنى طبعا ان ده ما يكونش من الاشياء اللي ممكن تحصل في الجاي. وارد طبعا.
ونتمنى كمان ان احنا نسمع قريب عن آلية صائبة وشريفة لاختيار اللجنة الجديدة، لجنة الفنون التشكيلية، وخاصة ان هي لجنة طبعا مهمة جدا، تمثل يعني عصب من يعني من اهم روافد الفن في مصر، ويعني الحاجات اللي ممكن تنظر لها وممكن تأسس لها وتحط استراتيجيات وتعلى بينا وتوطى بينا، فدي حاجة مهمة جدا طبعا. نتمنى ان احنا نسمع منكم يا دكتور في النقابة قريب حاجة عن كده. انا طبعا شخصية او بصفتك كنقيب، يعني عايزين نعرف فعلا هيتم ده ازاي. يعني شوفي هقول لحضرتك حاجة، في مثل هذه الحالات، في حالة تفعيلها بيبلغ النقيب، لانه باعتباره نقيب للتشكيليين، انه بيطرح موضوع لكذا وكذا وكذا، وبيقدم النقابة بتقدم اقتراح. انا شخصيا هعرض ده على الجمعية العمومية او على الفنانين، انه ايه مقترحاتكم في تشكيل اللجنة اللي ممكن اللي يبقى لهم دور في الموضوع، عشان على الاقل يبقوا راضيين عن التشكيل اللي هم بيطمحوا في انه يبقى موجود بمنتهى الشفافية. على فكرة بالمناسبة يا دكتورة نور، اللجان الجوائز بتاع المجلس الاعلى للثقافة، هذا الموضوع في مشروع انا بعمله دلوقتي لتقديم الوزير الثقافة، لاعتبار ان الفنون التشكيليه مش واخده حقها في هذه اللجان، باعتبار ان العلوم الاجتماعيه والعلوم الادبيه هي السواد الاعظم من الاعضاء اللي موجودين في المجلس لاختيار جوائز الدوله، وبناء عليه بنعمل دراسه دلوقتي تقديمها، عشان هيحصل تطوير في هذه اللجان ايضا كلجان للاختيار، والتفكير في كيفيه منح الجوائز، انه لازم تبقى المجالات لها لجان متخصصه بيها، بمعنى ان ما تنفعش اللي بتقدم في الفنون التشكيليه في خضم رهيب جدا اكثر من 60 عضو، منهم 2 او 3 تشكيليين بمفهوم النقيب، والباقي كله في مجالات العلوم الاجتماعيه، وبالتالي هؤلاء ليست عندهم الثقافه الكافيه بالفن التشكيلي وفنانيها، فلم يطرح اسماء للجوائز من التشكيليين. وعشان كده النقيب التشكيليين دلوقتي بيعمل مشروع، خدت موافقه المجلس عليه الدوره المجلس اللي فات، هيتقدم مشروع لوزير الثقافه بان تبقى هناك زي لجان نوعيه للتخصصات، التشكيليين يبقى لهم لجنه، السينمائيين يبقى لهم لجنه، وهكذا، بحيث انه يبقى في نوع من اتاحه الفرصه وبشكل جدي لاختيار الافضل للحصول على جائزه النيل لحد جائزه التفوق، لان طبعا حضرتك عارفه جائزه تشجيعيه بتبقى لجان كمسابقه، ودي طبعا منفصله نسبيا عن الموضوع. تمام. طب احنا للاسف وقتنا كده تقريبا خلاص انتهى، فيعني اسمح لي قبل ما اشكر حضرتك اشكر الناس اللي كانوا موجودين على الشات، احمد شحاته، اماني فهمي، اشرف رضا، ايمن لطفي، دكتور عمرو ابراهيم فيليب، هاله رفاعي، الخطاب، اعتقد دي لميس الخطاب، اهلا بيك يا لميس ولو انك دخلتي متاخر. بشكر كل الناس اللي كانوا معانا على الشات، وبشكر الناس اللي كانوا بره الشات وما دخلوش. دكتور حمدي بشكرك جدا على اللقاء وعلى صراحتك معانا النهارده، شويه حاجات مهمه قلتها لنا بالذات في الجزء الاخراني. نتمنى ان احنا فعلا يعني نلاقي آلية فعلا نوصل بيها الحاجات صح يعني، فبشكرك. فاتفضل لو تحب تقول كلمه للضيوف. انا بشكر الزملاء جميعا لتفاعلهم، وده انا بالعكس انا كنت حريص جدا، اولا بعتذر عن الامس لان حصل تقنيا اشياء انا طبعا ما فهمش فيها قوي، وبشكرهم لتواجدهم النهارده وتفاعلهم، لان انا بعتقد ان هذا التفاعل هو جزء مهم جدا، لان على الاقل المعرفه بما يحدث ايه بالظبط. وبشكر حضرتك جدا لاتاحه الفرصه لهذا، والنقابه، وبادعو كل زملاء النقابة مفتوحة لأي عضو من الأعضاء له طموحات وله مقترحات ممكن تفعيلها. أنا في تصوري أن هذه المقترحات حتى لو لم يقام عليها المجلس في تحقيقها، هيدعى ليها العضو صاحب الاقتراح ليكون جزء من تفعيل هذه الاقتراحات، وبعتقد أن ده مهم جدا، لأنه هيبقى جزء من التفاعل الأساسي للجمعية العمومية للنقابة الممثلة في أعضائها، والمجلس فقط هو آلية لتنفيذ هذه المقترحات، وتنفيذ آلية لدعم النقابة بشكل أو بآخر، لأن الناس وضع ثقتهم فيهم، وبناء عليه يجب ان يكونوا عند حسن الظن، ونتمنى جميعا ان احنا نبقى عند حسن الظن لتحقيق طموحات الزملاء جميعا. واشكركم شكرا جزيلا، واسف على يعني سهركم معانا النهارده. لا ابدا لا ابدا، شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا لكم، تصبحوا على خير.